We'll see how it goes, but I'll tell you one thing. You may not be able to beat the elements. You can't muscle your way through a hurricane, but you can do better than another team. So we decided to do it. He gets a phone call from Omar Samra, who tells him, hey, I want to do this thing. I want to row across the Atlantic. It was a challenge that we wanted to raise awareness about the plight of refugees. What we didn't know is how close our stories would become. واحنا كنا رايحين الرحله دي عشان نرفع الوعي عن المشاكل اللي بيعدوا بيها اللاجئين في البحر وما كناش نتخيل ان احنا ممكن نكون عايشين تجربه مماثله. حلو ان واحد يحاول ان هو يعبر المحيط الاطلنطي ده من غير مساعده يعني من غير موتور من غير شراع بس يحاول يعملها بقوته ان هو يقدف الموضوع ده. فابتديت افكر ازاي ممكن ان انا عبر الاطلنطي قلت اكيد انا مش هعرف اعمل الموضوع ده لوحدي. انتوا متخيلين مثلا حد كلمك في التليفون الا على فكره عايز تيجي تقدف المحيط يعني كنت هقفل في وشه غالبا على طول. احنا بنتكلم في 5000 كيلو عبر المحيط الاطلنطي من جزر الكناري لحد جزر الكاريبي. يمكن في عدد ناس راحوا الفضاء اكتر من الناس اللي عبروا محيط بواسطه مركب التقديف. ولما الناس شافونا مثلا بنقدف في النيل وكده ممكن يقول لك دول هيعدوا المحيط لا يمكن. يا جماعه موج اعلى من الاوتيل ده ومفيش رحمه. 9 ايام اصلا كانوا يعني سلسله من التحديات زي ما قلنا. كنا بننام 40 دقيقه كل 4 ساعات. فمتخيلها في 12 ساعه من اليوم ضلمه. فجاه جت موجه كبيره قوي وموجه تانية من الجنب وابتدت المركب انها تتقلب. الاحساس الواحد بيقع جوه الميه وان هو يتقلب وفجاه كل حاجه زرقاء حواليه. حسيت بالمركب وانا من جوه بتطلع وبقول اوه واو دي كبيره. بعد كده لما اروح سمعت ترخ لقيت نفسي على على على, على جنب المركب بقول لا 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 وكملت قلب لغايه بقيت انا ايه على السقف بتاع المركب من جوه. قارب النجاة ده ما فتحش فإلا نفسنا في وسط المية درجة الحرارة حوالي 17 درجة يعني لو ما غرقناش الأول يبقى هنموت من البرد. قلت له بص عمر لو طلعنا من الموضوع لازم نعمل فيلم. بص لي قال لي خلاص نطلع من الموضوع ده هنعمل فيلم. أوكي إحنا مصريين وجايين مهرجان الفيلم في الجونة أكبر مهرجان في الشرق الأوسط وكمصريين راجعين مصر عشان الورد بريمير بتاع الفيلم بتاعنا. إحساس يجنن.